بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل الدفئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إنما بالليل هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وحاسين النهارده الجو اهدى بكتير من الايام اللي فاتت، طمنيني على حاله الجو النهارده. بالفعل يمكن احنا الايام الماضيه شفنا حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، كان اهم عنصر فيها طبعا بالنسبه للمحافظات الداخليه هو انخفاض قيم درجات الحراره. الامطار اللي كانت موجوده بشكل كبير ومؤثر على المناطق الساحليه وامتدت للمحافظات الداخليه، وايضا نشاط الرياح كان موجود معانا بشكل كبير، اثر على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير، وده كان بسبب وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا. وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، الحمد لله الامطار شفناها في معظم المحافظات وانخفاض قيم درجات الحراره، لكن من اليوم ان شاء الله متوقع ان يحصل تحسن نسبي وتدريجي في الاحوال الجويه. تبدا درجات الحراره بشكل طفيف ترتفع، كل يوم العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية خلال فترة النهار، وطبعا بفارق درجة إلى درجتين عن الأيام الماضية، لكن هنحس بتحسن في الأحوال الجوية لأن سرعات الرياح كمان هتهدأ، يعني هيبقى في اعتدال في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، وده هيحسسني أكثر بالأجواء المستقرة. كمان هنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لكن الجو فترة النهار هيظهر وتدو من بارد إلى مائل للبرودة في المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مائل للدفء بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده هيكون فترات النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، هتظل قيم درجات الحرارة منخفضة، متوقع الصغرى فترات الليل تكون ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية، فبالتالي أجواء فترة الليل هتظل أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء محافظة الوادي الجديد أو حتى كمان شمال الصعيد، نتيجة أن قيم درجات الحرارة الصغرى فترة الليل بتنخفض في الأماكن دي لأقل من 5 درجات. وطبعا المدن الجديدة والأماكن المفتوحة بشكل كبير بتكون قيم درجات حرارتها الصغرى أقل من المحافظات الداخلية، يعني احنا لو الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات هنلاقيها في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة 8 و7 درجات، فلازم ناخد بالنا من انخفاض قيم درجات الحرارة فترة الليل. أيضا الثلوج بتتساقط وتتكون على جبال سانت كاترين نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة 2 و3 تحت الصفر. ده بالنسبة طبعا درجات الحرارة، بالإضافة كمان إن الأمطار كمياتها هتبدأ تقل بشكل ملحوظ وخاصة في السواحل الشمالية، لأن السواحل الشمالية كانت الأيام الماضية أمطار غزيرة ومستمرة بشكل كبير ومؤثر. الأيام القادمة إن شاء الله يمكن اعتبارا من اليوم هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن الموجودة في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة للسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وطبعا هتتلاشى تماما من المحافظات الداخلية. الأحوال الجوية اللي فيها استقرار دي إن شاء الله تكون على مدار هذا الأسبوع، يمكن بس متوقع لحد غدا يكون في زيادة في كمية الأمطار، لكن هيكون في ارتفاعات أخرى في قيم درجات الحرارة، وهنحس بالدفء أكثر إن شاء الله مع منتصف الأسبوع. تمام. هيكون ارتفاع في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وحتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 17 والصغرى 9، العاصمة الإدارية 17، 8 اسكندرية 17، 9 والعلمين الجديدة 17 8، مطروح 17 9، دمياط 18 8، بورسعيد 18 9، إسماعيلية 18 7، السويس العظمى فيها 18 والصغرى 7، العريش 18 6، كاترين 11 2 تحت الصفر، طابة 18 7، وحلايب 21 12، شلاتين 22 14، شرم الشيخ 22 13، والغردقة 21 11.
الفيوم العظمى فيها 17 والصغرى 6، بني سويف 17 5، الوادي الجديد 18 5، أسيوط 17 5، سوهاج 18 5، قنا 19 7، الأقصر 20 7، وأخيرا أسوان العظمى فيها 20 والصغرى 8. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة ثانية هنروح لمنى ومحمد نكمل معهم فقرتنا. شكرا لك لميا.